أنا حليفك يا مولاي وموضع ثقتك، سأكفيك أمر المعارضين جميعا، استقلاليين ويسار. سأقمع سكان الريف، إنني بكل هذا أريد أن أكسب ثقتك. في سنة 1972 سأدبر محاولة لاغتيالك. لا يمكن لكل هذه المبالغة في إرضائك أن تذهب سدى. للإخلاص المبالغ فيه ثمن واحد، هو الخيانة. إنني أخونك لأخلص لشيء في داخلي اسمه جنون السلطة.